القدس المحتلة مع مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما هي أصداء هذا التوتر شعبيا وكذلك سياسيا؟ شيماء، كان هذا التوتر متوقعا وخاصة في ظل التهديدات المستمرة سواء العسكرية أو السياسية ما بين إسرائيل وإيران، وخاصة أن إسرائيل تعتبر حزب الله وهذه المناطق هي من وكلاء إيران. لذلك التصعيد عند الحدود الشمالية كان مربوط ومرتبط في التصعيد أيضا من خلال هذه التهديدات الإسرائيلية المستمرة بأن الرد الإسرائيلي سيكون إما في الأراضي الإيرانية من خلال تنفيذ عمليات اغتيال أو من خلال استهداف منشآت تابعة لحزب الله في وكلائها، والحديث عن لبنان، سوريا، العراق واليمن. ولكن ما حدث اليوم، حزب الله أكد كما ذكر الزميل أحمد قبل قليل بأنه تم استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية. بيانات الجيش الإسرائيلي في البداية كانت قد قالت بأن 6 من الإصابات أو 6 إصابات الأولية كانت لسكان عرب العرامشة الذين رجعوا من أنفسهم من المناطق التي تم إجلاءهم إليها بعد 8 أكتوبر، ومن ثم بدأت أعداد الإصابات تتوالى. والحديث حتى اللحظة حسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إلى 18 إصابة، 4 إصابات توصف بالحرجة، 1 ميؤوس منها. والحديث عن لربما استمرار في وصول أعداد الإصابات، وخاصة أن هنالك كانت طائرة مروحية هليكوبتر تنقل هؤلاء المصابين، وقد تم نقلهم إلى المركز الطبي في نهاريا بالقرب من الجليل، هذا المكان الذي وقعت فيه عملية الاستهداف. في البداية أيضا المعلومات الأولية كانت تشير إلى استخدام صواريخ مضادة للدواريع، ومن ثم الحديث عن مسيرات، ولكن اتضح فيما بعد أنه تم بالفعل استخدام هذين النوعين، وهذا دلالة على التطور والاستهداف المرصود والذي يحمل سواء رسائل سياسية أو عسكرية من قبل حزب الله إلى إسرائيل. كان الاستهداف لقاعدة الجيش الإسرائيلي داخل مقر مركز جماهيري في عرب العرامشة، أي أن الجيش الإسرائيلي اتخذ من هذا المركز الجماهيري مركز له، وقد تم رصده من قبل مقاتلي حزب الله وأيضا تم الإصابة فيه. الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لم يعترف بأن الجنود من ضمن إصاباته، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية موثوقة بعض الشيء كانت قد تحدثت أن من بعض الإصابات 18 هنالك بعض الجنود، وهذا ما أكدته بعض مقاطع الفيديو التي نشرت عبر السوشيال ميديا بأن هنالك بالفعل كان جنود من المصابين. نتحدث أيضا أن إسرائيل تقول بأنها ردت على مكان إطلاق هذه الصواريخ أو المسيرات، وأن القصف المدفعي الإسرائيلي في هذا هذه اللحظة ونحن نتحدث على أشده في مناطق وفي أطراف عيت الشعب والعديد من المناطق والبلدات في داخل الأراضي اللبنانية.